قلت له انه الناس اللي بنحبهم كتير معقولة انهم يغلطوا، بس اذا غلطوا مش معناتها انه هن ما بحبونا. بتعرف شو رد؟ مشكل مش انه مرقت معلومات لجو، مشكل انه عرفت منك مش منها. كذبت علي. شايفة لو هي اجت قالت لي كان غير حديث. بفتكر اكتر شي قهره هي انه كذبت عليه. هو قال انه لو خبرته كان بحس انه بتوثق فيه اكتر. صوفيا كانت اول رفيقة لقلي بـ RPM، هلا صارت تكرهني.